رغم ما يشهده قطاع غزة من دمار وحصار، إلا أن الأحلام والطموح لا تنفك تلازم أبناء القطاع. هبة الشرف قصة نجاح لمعلمة غزية رغم إصابتها بمتلازمة داون. المزيد في هذا التقرير. كثيرة هي الهدايا التي قد تمنحها لنا حياتنا على اختلاف ظروفنا، لكننا بحاجة إلى الفطنة والفصاحة بالحد الأدنى كي نتمكن من استغلال ما منحنا لفتح بوابات جديدة يعبر منها الآخرين. هبة الشرفة، الفتاة المصابة بمتلازمة داون، تمكنت من اكتشاف ذاتها وتحقيق حلمها لتصبح المعلمة الأولى من بين مثيلاتها والأقرب إلى طلابها المصابين بمتلازمة داون أيضاً. أنا نسيت مدرسة أسمع أعلم البنات بالصف وأساعد المعلمة نوال بن سعيد. طبعا هي علمتني هي برضو بالصف كيف أعرف أقرأ وأكتب بالصف، وصرت برضو علمت بنات. لما لاحظت انها يعني ممتازه في كل شيء خلوها مساعده مدرسه معايا الى انها اصبحت معلمه تقدر تشرح للطالبات وتمكنت من تدريس الماده بكل جداره. جمعية الحق في الحياة جمعية مختصة باهتمامها بالمصابين بمتلازمة داون وتساعدهم على شق طريقهم نحو الحياة. وجدت لدى معلمتها التي تربت طفلة بين صفوفها قدرة مميزة على التعامل مع الأطفال وإيصال المعلومات لهم بأبسط الوسائل والمفردات، لتفتح بتجربتها الخاصة كتابا لم يخطه أشخاص عاديون. هبة تمثل للجمعية الحق في الحياة وللمجتمع الفلسطيني والأطفال متلازمة داون قصة نجاح كبيرة جدا، إنها أصبحت الآن مدرسة تربية خاصة أو أول مدرسة تربية خاصة مثلا خلينا نقول في غزة أو في فلسطين كما لاحظتوها داخل الفصل. طبعا يعني لم يأتي ذلك من فراغ، أتى طبعا بجهود اللي هي الخدمات اللي تلقتها داخل جمعية الحق في الحياة وبمساعدة الأسرة كذلك إلى أن وصلت إلى هذا إلى ما هي فيه الآن. تجربة هبة الشرفة أثبتت نجاحها بجدارة وكانت رسالة قوية لجميع الأصحاء، فتحقيق النجاح لا يحتاج إلا للإيمان بما لدينا وبما نرغب وبأهمية أن ننقل ما لدينا إلى آخرين قد يقدم المزيد، حتى وأن اضطررنا لأن نأخذ بأيديهم لنرشدهم إلى أول الطريق، خصوصا في ظل مجتمع هو بأمس الحاجة لأي تجربة ترتقي به. من يفهم المعاناة قدر صاحبها ومن يفهم اللغة قدر المتحدث بها، فقط في قطاع غزة نجد بأن التحدي له معان كثيرة، فهنا فقط حياة واحدة قد تخلق ألف حياة. منى عوكل، غنت رؤيا، غزة، فلسطين.